في استحضار لذاكرة الإنسانية المشتركة للأوطان، شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية في ذكرى مرور 25 عاما لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في متحف الدولة التاريخي الروسي بالعاصمة موسكو. وقد توجهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالشكر إلى القائمين على المعرض وعلى رأسهم طاقم سفارة المملكة لدى روسيا، مشيدة بعملهم الدائم لصناعة اللقاء الإنساني وصناعة جسور التواصل الحضاري ما بين شعوب البلدين. ونوهت معاليها بمتانة العلاقات الثقافية ما بين البحرين وروسيا، والتي أثمرت خلال السنوات الماضية عن اشتغالات فنية فكرية وحضارية متنوعة، كان آخرها حضور عرض الباليه العالمي جيزيل إلى مسرح البحرين الوطني، والذي قدمه مسرح البولشوي الروسي. بدوره توجه سعادة سفير مملكة البحرين لدى روسيا السيد أحمد السعاتي بالشكر إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لحضورها افتتاح المعرض، مشيدا بدور هيئة البحرين للثقافة والأثار في إثراء المشهد الثقافي وصناعة التواصل الإنساني ما بين شعب البحرين وشعوب الدول الأخرى. ويعد هذا المعرض تمثيلا للذاكرة المشتركة ما بين الموطنين، تشكل في تسلسل مصور لأهم محطات النشاط الدبلوماسي والثقافي المشترك ما بين البلدين، كما ويأتي في سياق المسيرة الثقافية والفكرية المتكاملة والتي أثمرت على مدى تاريخها سلسلة من المنجزات المشتركة والمشاريع التعاونية التي أسهمت في تحقيق تبادل ثقافي امتد للتعريف بالإرث الحضاري والتاريخي لهذه الشعوب من خلال نقل أجمل النتاجات الإنسانية من فنون وتراث وروافع تاريخية وحضارية مشتركة. بالتأكيد العلاقات البحرينية الروسية وفي احتفالياتها ب 25 عاما على هذه العلاقات التي تكرست عبر أنشطة ثقافية واقتصادية، وكلت بزيارة جلالة الملك وصاحب سمو ولي العهد إلى روسيا لتأكيد هذه الروابط والعمل على فتح مجالات جديدة في مجال الثقافة والاقتصاد. ونحن في الجانب الثقافي في قطاع الثقافة نعزز هذه العلاقات عبر معارض نقيمها للتعريف بالبحرين وبإرثها الحضاري. وكانت استضافة المعارض الثقافية في الأرميتاج في سانت بيتربرغ أو هنا عبر المعارض الفنية وعبر نشر ما تحتويه البحرين من إرث حضاري يركز على هويتها وعلى عمقها التاريخي كان له صدى جميل في روسيا، ونحن نستثمر هذا الإرث لكي نعزز هوية أوطاننا.